مشاهدي دي قناة شوف تي في، أنا وسام بكم في مباشر هنا من مدينة قطر البيضاء في الطرف من منطقة الهراويين. معانا الآن السيدة حسناء كتبيع كلينيكس، يعني سيدة ظروفها الاجتماعية صعيبة بزاف، قدر الله ما شاء أنها بشكل تشكيلة ديال السكر، اكتشفت أنها عندها ليبا يونس. بس ندوز على السكر اكتشفت عطاني ندير واحد التحليله، قال لي جيبها ليا. ملي مشيت جبت درتها وجبتها ليه، قال لي عندك سكيت لك في ملي مشيت عند الطبيب الاختصاصي ديال الكبده الدكتوره الحلوي اسماء الحلوي، ملي مشيت عندها عطاتني ندير واحد التحليله ديال برا ديال فرنسا. ملي نسول على ديك التحليله لقيتها تدير 80 ألف ريال. مشيت عند المختبر هنا عندنا في الهراويين، لقيت هذيك التحليله تدير 80 ألف ريال. كذبت عليك، هذيك الساعه شدتني الدوخه جلست الارض، بقيت دخلت عندهم بقيت زعما نتصل معاهم ونطلبهم، تخلوا لي في 60 ألف ريال. بقيت ندور ونجمع مع الناس ومع الحباب ومع شويه بشويه تجمعت 60 ألف ريال. مشيت درت هذيك التحليله، رديت لها الجواب ديال التحليله، قالت لي عندك الميكروب في الكبده. خرجت لي الدواء ديال 90 ألف ريال كل شهر، 3 شهور ديال الدواء كل شهر 90 ألف ريال، 91 ألف ريال. هادو غير الدوايات؟ الدوايات يعني مازال ترونسبور مازال. خرجت لي 91 ألف ريال كل شهر. كذبت عليك، انا تنبيع كلينيكس ستوب، الناس يتعاونوا معايا، كاين اللي تيشري من عندي كاين اللي تيدور معايا في سبيل الله، كل واحد وسخ الله على حسب خوتي المغاربة جزاهم الله بخير. وانا دابا ملي مشيت عندها عاد خرجت لي الدواء 90 ألف ريال، 91 ألف ريال. عاود عيطت لها قلت لها شوف دكتورة الدواء غادي نقطعو، انا ما عنديش فلوسو. قلت لي الا قطعتي الدواء انا ما عندي ما ندير لك، ضروري تشربي الدواء لا بغيتي. وانا عندي امي، عندي امي مرا كبيرة في السن عندها 87 عام، انا كون ما كانتش امي باقا محتاجه ليا انا ما عندي مشكل في راسي. العمر بيد الله، العمر بيد الله. عندي بنت مزوجه ما تتعرفنيش، ما تتعيط ليا، ما تتسوى مرات هذا المرض، ما عمرها عيطت ليا وعمرها سولت عليا، تهزت تليفون وتقول لي يا ماما كي بقيتي، عمرها عيطت ليا ولا سولت عليا. الولد وكاك 200 توا في القريعه، تنعيط لي في التليفون تيقطع لي التليفون، ملي تندوي معاه تيقول لي تطلع النمره ديالي تيقطع ليا. انا عندي خوتي، خوتي كل واحد تيعرف راسو، راك عارف دابا العائله، العائله كل واحد تيعرف راسو وكل واحد تيعرف. الا كان عندك راه تيعرفوك، ما كانش عندك راه لك الله. ولا تنطلب الله والمحسنين يعاونوني، انا ما عندي احد، عندي الا الله، عندي الا الله هو اللي عندي، عندي الا الله. الدواء ديالي غالي، ديالي غالي الدواء، كل الدواء ديال 10 ألف ريال ولا ديال ماشي مشكل، نتعاون راسي ونشري. وني دقات 90 ألف ريال، غمضي عينك الشرا ونصل خاصك 91 ألف ريال. يعني كنتي مضاربة غير مع مصاريف الزمان؟ أنا كنت مضاربة مع المصاريف ديال الزمان، مع الموضة والمعيشة ديال الماكلة، قلت ما كاين مشكل. دابا جاني تهزاتني تا الدواء والتحاليل ديال ميريزكو، ملي تمشي عندهم تيعطوك ديري التحاليل، ديري الراديو ديال التيو ديال المعدة، ديري التلفازة، ديري التحاليل، تيعطوك التحاليل الغالي، ماشي تيعطوك التحاليل الخاص. راك عارف الدواء ديال التحاليل ديال الكبدة، كاين التحاليل ديال برا، ودابا نتيت ندير التحاليل بميريزكو خرجوا لي حتى شهر 12 عاد يخرجوا التحاليل. وانا عندي الرانديفو الطبيبة عطاتني شهر، قال لي نهار من هنا شهر جاي لي هاد الجواب. شحال ديال المدة ديال هاد الأدوية اللي قالت لك شهر؟ 3 شهور. يعني 3 شهور ديما تخصك 90 ألف ريال؟ 3 شهور قالت لي عطاتني التريتمون ديال 3 شهور، قالت لي تكمل ورجع عندي ندير كونترول. دابا وليت نخمم في 3 شهور أخرى، لا زادت عليا، أنا وليت نخمم فيها أنايا.
وتعطيك ديري تحاليل الاخرين بس تأكد من هذا المرض وشان باقي ولا تحيد ولا شوف الله ما دار. خايفة على أمك أم خايفة على راسك؟ انا خايفة على امي، كدبش عليك، انا خايفة على امي، حيت امي ما عندها حد من غيري، كانت عندي اختي هي اللي قاسمة معايا الزمان وقاسمة معايا الهم، انتهى الله ما عندي ما ندير. لا حسنا، شنو الوضعية الاجتماعية ديالك؟ الزوج ديالك انا اتطلقت، اتطلقت بجوج وليدات بقى خلاهم لي صغار، عمرو ما عرفني تبي قبطة النعناع زادو خلاهم، انا اللي كبرتهم، وفي الاخر تا واحد ما عرفني، تا واحد ما عقل عليا، لا البنت لا الولد، كتبتي انا ما عرفتهم ما عندهم، عرفتهم كل واحد على قد حاله، انا يسولوا فيا ويسقسوا فيا وساندوني، هاد المرة تيبغي السيناد وتيبغي الانسان اللي يوقف جنبك. انا لقيت واحد السيدة الله يذكرها بخير، الله يجازيها بخير، اللي تمشي معايا لميريز قلت توريني تدخلني، انا هاديك ميريز قلت تلبت فيه، كدبت عليك تلبت فيه بزاف، تلبت فيه ما عرفتش فين نزيد، ما عرفتش فين نقول، دقيت على جميع البيبان، مزيد طلعت الباترونة ديال الشركات ما تعطونيش وقت، لي رجعتو تي ما تيجي عندك، ما تيتسنص لك شنو عندك، توري لي الورقة من بعد تدير ليها، تقول يا سيدي الله يجازيك بخير، بغيتك تعاوني على الدواء، تركب على طوموبيل توزي يزيد، واحد بقيت تنتسنى فيه من 9 الصباح حتى 5 د العشية، ركب على طوموبيل توزيد. كنتي كتبيعي كلينيكس، ما كنتيش كتعترضي انك تمدي ايدك للناس. ما كنت كتنبيع كلينيكات، الناس كانت تتعاون معايا الله يجازيهم بخير، كنت عايشة بخير زعما، تزيد هذاك الشيء اللي قسم الله، عايشة على قد الحال، عرفتي دابا تمدي ايدك. وليت درهم 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 اللي عطاني الانسان، تنولي نزمع، تنقول تنزمع 3000 في النهار بس نشري الدواء، دليت راسي واحد الدل اللي ما عمري ما كنت ننتظرو، الناس نزوق فيهم اللي كاين في اف ام نهاد، دخلنا عند سيكيريتي اللي قال عطانا 4 شهور، قالك 4 شهور عاد رجعوا عندي، وانا عندي التريتمنت ديال 3 شهور، قال لي ما عندي كان ندير لك، طلبنا زوقنا فيه ما خلينا ما والو، وانا دابا تدريت ما عندي ما غندير، انتم تتوبوا، ما عندي ما غندير، ما عندي ما غنقصد زيهم، ما غنجازيهم سان الله سبحانه وتعالى هو اللي غيجازيهم، يعني امي مسك ما عندها لا اختها لا والو، يعني انت الوحيده اللي قابلها. ما كاينين الخوت، والخوت كل اخو راسو، هو ساكن معانا في الزنقه، معانا هنا في الزنقه، عمرو ما طلع علينا ولا جا عندنا من العيد الكبير، من العيد الكبير نهار اللي صباح العيد جا عندنا، من هذاك النهار ما بقيناش لنا، عمرو ما سول فيا، تنتلاقى معاه في الزنقه، عمرو ما قال لي انت كي بقيتي، هذيك اللي بقيتي مع عمري ما سمعتها منه، لا ولا مرت ولا بنت ولا كل شيء، بحال تقول لي الناس دايرين معاهم العداوه، بحال الناس تقول لي انا ما عرفتش كديري اليوم، حافظة النمرة ديالك؟ تعطي لك السيدة حافظة أخويا، أنا تشوف تي في فكما شفتو القصة ديال مي حسناء، يعني سيدة مكافحة، يعني كانت كتحلب على رزقها المعيشي، أنها كانت كتبيع كلينيكس، فقدر الله ما شاء أنها تصابت بالتهاب الكبد الفيروسي، فغادي نحاول أننا نذكروا الرقم ديالها من أجل المساعدة، فالرقم ديالها هو 06 27 29 81 88، أعيد 06 27 29 81 88، وكما كنقولوا الله لا يقدر أجر المحسنين، والناس اللي باغيين يتعاونوا معها راه كنمشيوها في المباشر، فهذه هي الوضعية ديالها، فهي ما كيهمهاش راسها، فهي الهم ديالها أنها تبقى عايشة على قبل الأم ديالها، المرأة اللي هي كبيرة عندها 87 سنة، وأي واحد باغي يتعاون معها غادي يخلي الرقم ديالها
مباشرة إلى قناة شوف تيفي، متى الاتصال بها مباشرة.